عاش من شافك. عاش من شافك انت. بروح ابص عليك في القهوه كل يوم من بعيد لبعيد عشان ما حدش ياخد باله وما بلاقكش. ماليش نفس اروح. اشمعنى؟ هو ايه اللي اشمعنى؟ انت مالك انت؟ وبعدين انت ايه اللي جايبك؟ واوعى تقول وحشني. لا يا عم وحشني ايه وانا عاشقك في الضلمه؟ طب اخلص. عايز ايه؟ عايز صوري بروح امك ولا انا هفضل طول عمري تحت درسك؟ لا يا راجل، وانت عايز تاخد بقى الصور عشان تروح تبلغ عني وتقبض من اهل الضمنهولي تمن براءته. لا صايع ياض. والله ما صايع الا انت. في الاول تلبس الراجل قضيه حشيش، وبعدين تعمل لي كمين وتصورني مع نسوان جامده قوي وعريانه علشان تساومني عليهم. يبقى مين اللي واطي وما عندوش شرف يا سالم؟ انت جاي تقلي ادبك عليا يا ياض ولا ايه؟ اديني صور يا عم انت، خليني امشي. مالكش صور عندي؟ لا بروح امك، ده انا لحمي مر. طب اطلع بره بقى يا سبوبه وطيع الشر. مش طالع يا سالم، وريني هتعرف تعمل معايا ايه؟ هطلعك بايدي يا سبوبه. مش هطلع من هنا يا سالم. عايزين كمان تيبر ايه؟ اني كالوكسين وزخيو بيزنس. عندنا بروبلم في البيزنس. كالاتو بيزنس كاني اولي افتدي فسريع. يا عم ده ضيف وخلاص. ماشي، احنا كلامنا خلص. اتفضل. ماشي، هخرج يا سالم، بس عليا النعمه لو الصور ما جاتش لحد عندي مش هيحصل لك. طيب اوعى يا عم انت كمان. كسي برو سكسي ان كسايني افتو توفيما زين ساكسانا سيني هيسس ايزو. يا عم هو ماشي خلاص بقى، يلا يا عم اتكل. الحمد لله على السلامة يا بطل. أخيرا يا باشا، أخيرا. الحمد لله على السلامة يا عمر. الله على دي جملة. الحمد لله على السلامة يا عمر. بس متأخرة يا باشا، أنا كنت فاكر إني هشوفك أول ما أخرج من المطار يعني. ده علشان سلامتك، مش جايز يكون في حد وراك. حد وراك ازاي يا باشا؟ حد منهم؟ مش جايز يكون لهم رجاله هنا بيراقبوك؟ يا نهار اسود. ولا اسود ولا حاجه، ده ابيض وزي الفل كمان. والله العظيم وحشنا خالد بيك. وانت اكتر. تعالى يا عمر تعالى، احكي لي ايه الاخبار؟ اتفضل يا باشا. يا عم اتفضل يا باشا. اتفضل. وبقى سالم يا باشا لازق لي صيدلي. كان نفسي تشوف وشه قلب ازاي لما عرف ان انا مسافر. اكني ضناه سايبه ومهاجر. وعمل ايه لما عرف انك مسافر؟ يعني حاول يغريني ان انا اقعد واشتغل معاه. وقال لك هتشتغل ايه؟ والله هو مفهمني ان هو مندوب مجاعات، وانا هشتغل معاه يعني اكني كده على المتغطي مندوب مجاعات. انا مش عايزك تجود ولا تخمن اللي جواه. هو قال لك انك هتشتغل مندوب مجاعات؟ لا. تمام كده، كمل. اكمل ايه؟ انت رديت قلت له ايه لما عرض عليك انك تشتغل معاه؟ قلت له يا باشا ان انا ممكن ارجع تاني بس بعد ما امن شغلتي الاساسيه في مصر اللي باكل منها عيش. وهو صدق انك ممكن ترجع تاني؟ باشا سالم هيصدق لانه نفسه يشوفني قدام عيني تاني. ما تنساش ان انا الحسنه اللي هاكله من وراها عايش لما يسلمني لداني. بس رجوعك بسرعه كده ده يبقى مريب. والله يا باشا هو ممكن ما يبقاش مريب لو ساره نفذت كلامها وبعت عرض الكاميرات. وهي ساره بتشتغل في كاميرات المراقبه؟ لا يا باشا ما بتشتغلش، بس هي قالت لي ممكن تعمل كده يعني عشان تشوفني تاني. تشوفك تاني. هو انتوا والله ما حصل حاجه. الحكايه كلها ان الست استلطفتني لما لقيتني شبه اخوها اللي مات الله يرحمه. اسمه ايه؟ رومين سعد. اخوها اللي مات الله يرحمه؟ ايوه اخوها يا باشا، اسمه يوسف. مات ازاي؟ الصراحه ما سالتش. يا باشا ما هو لا الظروف ولا الوقت كانوا يسمحوا اني اسال، بس ملحوقه ملحوقه خالد بيه، اسالها اول ما ارجع. هي ساره دي حلوه؟ حلوه. فرص. بس ما حصلش بينكم حاجه. عهد مين ده؟ عهد الله يا عمر. وعهد الله وعهد الله، ما حصل حاجة بيني وبينك يا سارة يا أخت يوسف الله يرحمه. طب وعهد الله وعهد الله، حصل بينك وبين نوح حاجة؟ نوح مين يا باشا؟ بتاعت المساج. نوح؟ أيوة باشا افتكرت نوح. هو ساعتك، هو ساعتك بتروح عندها؟ لا يا أخويا ما بروحش. أنت تعرفها منين؟ صدفة، صدفة على الطيارة وأنا جاي اتعرفنا على بعض. صدفة؟ صدفة تنزل من الطيارة وتركب معاها العربية وتوصلها وتكمل مشاويرك بعربيتها؟ والله صدفة. الحكاية كلها يا باشا إن أنا سبقتها بره المطار. هي اتعطلت عشان كانوا بيفتشوها في الجمارك، وأنا كان المفروض أخويا يجي ياخدني وما جاش. الست لقيتني واقف لايص، عرضت عليها توصلني في طريقها. بس كده؟ آه والله. أنا ما طلبتش إنك تحلف. اتكلمت وقلت إيه؟ أنا ومين يا باشا؟ نهى، نهى يا باشا، أيوه أنا افتكرت. كلام عادي. بتشتغل إيه؟ بتشتغلي في إيه؟ كده يعني. وعرفت انك شغال في كاميرات المراقبه عند اللواء جلال؟ انا ما جبت سيره اللواء جلال، انما جبت سيره انك شغال في كاميرات المراقبه.
ايوه يا باشا، اصل هي كانت طلبت مني نتصل بيها عشان اعمل لها مقايسه يعني. يعني قالت لي انها بتسافر كتير وشك البنات اللي عندها في المركز يكونوا بيسرقوها. خدت تليفونك؟ تليفون الشركه. اتصلت بيك من ساعه ما رجعت؟ لا يا باشا. هو في حاجه عليها ولا ايه؟ لا، اصل هي بصراحه طلبت مني ان انا اروح لها واعمل مقايسه. اعمل كده ولا اطنش؟ مقايسه؟ والله مقايسه يا باشا، ما انت عارف ان انا شغال بالعمول، وموضوع زي ده هيطلع لي فيه حسنه. لا، ما دام فيها حسنه يبقى خلاص. يعني اروح عادي؟ انت ليه ما جبتليش سيره نهى دي؟ معلش يا باشا، انا اسف، راحت عن بالي. ما تخليش حاجه تانية تروح عن بالك. حاضر سعادتك. ايه اخبار بقى سالم وسبوبه؟ حصل حاجه غريبه قوي يا باشا قبل ما ارجع. ايه؟ اليوم اللي قابلت فيه سالم وقلت له ان انا هسافر فيه، كان خارج من اوضته وساحب معاه البنت صاحبه روس، وفهمني انه لسه مخلص عط. طب وايه الغريب في كده؟ لما دخلت اوضته يا باشا سمعت صوت وحركه في اوضه سالم، عملت نفسي بطلب روم سيرفيس وطلبت اوضته، فردت رص وشكلها كان معاها حد، فعملت نفسي يعني اني طلبت روم سيرفيس ورقم غلط. انت ازاي تعمل كده؟ انت مش عارف ان انت متراقب وان في كاميرا مراقبه جوه اوضتك وممكن يشكوا فيك؟ ايوه يا باشا، ما انا بعد ما قفلت معاها اتصلت بالروم سيرفيس فعلا وطلبت كوبايه شاي، يعني اكني طلبت رقم غلط ورقم صح. ده انا حتى بصيت في ورقه الارقام الداخل اللي جنب التليفون على اساس يعني اكني بدور على رقم كام. يعني انت شاكك ان السبوبه اللي كان معاها؟ باشا سالم يوميها ما كانش على بعضه خالص، لكنه عامل عمله. كمل باشا. باشا كان في موضوع كده يعني كنت عايز افتح سعادتك فيه ولو انه مش تبع يعني. موضوع ايه؟ هو المفروض مش محمود الدمنهوري ده الراجل بتاعكم؟ ازاي تسيبوه مرن في السجن كده يا باشا وانت عارف ان الموضوع متلفق؟ اديك قلتها متلفق. ايوه خلاص يبقى هيخرج. ايوه يا باشا، بس حسب ما فهمته انا هناك ان الموضوع صعب وهيطول يعني. ما تقلقش، السفاره هناك متابعه القضيه. يا باشا انتوا مش السفاره، انتوا ايديكوا طايله برضه. من مصلحه الدمنهوري اننا ما نظهرش في الصوره. طب انا هشوف ساعتك تنام. والله ما اقصد. امسك. ايه ده يا باشا؟ ده تحط على الموتوسيكل بتاعك لما يكون عندك اخبار مهمه او معلومه مهمه وعايز تشوفني. بدي؟ ايوه، ولو حد سالك تقول ان ابنك اللي مديها لك. باشا انت على طول جاهز كده؟ خلي بالك من نفسك يا عمر. قول يا رب. يا رب. سلامة يا باشا. ألف سلامة. البنطلون. نعم، يلا. البنطلون كمان؟ إيه يا عم مالان؟ أنت هتسيبه يعمل فيها كده؟ اتفضل. أدي البنطلون. فتش. ها وده كمان لو حتمك ده على اللحم. ايه يا عم ملان؟ هو انا جاي هنا اتهزق ولا ايه؟ هو راح فين؟ انت يا عم انت هات الهدوم يا عم ملان. ده ملان ملان، بقول لك ايه، انا عايز اقابل داني دلوقتي حالا يا ملان.